وسهلا. اهلا فيك. يسلم تمك، تفضل. كيفك؟ تمام. اهلا سامر. يعني مشاهدينا وصلنا معكم لختام فقراتنا، ودائما في الختام هو المسك، مع العازف الموسيقي على آلة الكلارينت، الآلة الغربية الأوروبية. معنا العازف سامر السيد، بلش بعالم العازف من 4 سنين، هو بيدرس الموسيقى في الجامعة الأردنية، عنده طموح كتير كبير في عالم الموسيقى، ودائما بيوم جديد بنحب نسلط الضوء على الموسيقى والفن، لأنه بنحب ننشر هاي الثقافة، لأنه هي بتوصل لنا السلام، بتوصل لنا الحب، بتحسسنا بالأمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن آلة الكلارينت، ليه حبيتها أو ليه اخترتها من بين كل الآلات لما دخلت على عالم الموسيقى؟ حسب البداية، أول ما دخلت يعني على الجامعة فعليا، أنا كنت أساسا بعزف شوي جيتار وحاب كثير الميوزيك، فدخلت الميوزيك. فلما شفت الكلارينت إنه حسيت أكثر إشي بتعبر عني، أكثر إشي فيها كثير شغلات بقدر الواحد مداها كثير عالية، مساحتها يعني واسعة شوي. بالضبط. هي آلة نفخية نوعا ما، ويمكن أنت بتميل أكثر للآلات النفخية من الآلات الوترية، خلينا يعني نقول إلى حد ما. بس الفكرة إنه هي آلة فريدة من نوعها، يمكن مش كل الناس بيعرفوا عنها أو بيسمعوا عنها هون بالأردن تحديدا، الناس قلال اللي بيعزفوا عليها، وأنت ما شاء الله عليك يعني مبدع فيها. شكرا. طيب خلينا سامر نحكي شوي عن الموسيقى بشكل عام. أنت حابب بس تخرج من الجامعة تقوم بنشر هاي الثقافة وتدربها للطلاب، أو إيش يعني إيش طموحك أو تطلعك بعد ما تخلص المرحلة الدراسية، المرحلة الجامعية؟ هسا بالبداية أول أكيد راح أخوض تجربة إني أدرس في مدارس وهيك. أنا أوريدي هسا بدرس كم معهد موسيقى. برافو، حلو. أكيد يعني لازم أوصل رسالة معينة، لازم في كثير شغلات لازم أعملها من ناحية عزف وأداء، بس يعني طموحي إني بدي أكمل ماستر ودكتوراه يعني. حلو كتير. يعني أنا دائما بحب الناس اللي الموسيقيين اللي بيدربوا الطلاب العزف أو الموسيقى، بحب أسألهم هذا السؤال، إنه كيف عم بتشوفوا الثقافة الموسيقية؟ لوين وصلنا فيها؟ كيف عم بتشوف إقبال الطلاب على الموسيقى والآلات الموسيقية، وحتى أهالي الطلاب بدعمهم ليتعلموا العزف على آلات معينة؟ هسه هو صراحة كثير أحسن من أول. والله هسه صار إنه في يعني كم كثير منيح، إنه الناس بدها أولادهم يعزفوا، بدهم الثقافة الموسيقية تكون في كل بيت، وهذا الإشي اللي بنطمح له إحنا. سامر، أنت مين دعمك بالموسيقى؟ مين شجعك؟ أنا أول إشي أمي صراحة. خلي لك إياها يا رب. يسعدك. بتحب تعزف لنا معزوفة حلوة؟ أكيد راح أعزف إشي بنطاق يعني الآلة الأصلية أصلاً، يعني نعم. غربي فضل. يعني تشارداش. ما شاء الله عنك، يعني فعلا هاي الآلة فيها مساحة صوتية واسعة وفيها كم هائل من الإحساس. رائع الآلة، وانت مبدع بطريقة عزفك، موسيقي رائع عن جد سامر، أبدعت. بدي بس أسألك سؤال صغير، الآلة هاي مع أي أكتر آلة بتنسجم أكتر؟
يعني حسيت انت عم تعزف انه لو يكون في آلة موسيقية داعمة لها او جنبها عم تعزف بيطلع الصوت احلى او الميوزك احلى. أكيد هصير مرافقي دائما البيانو بشكل بيانو. عام، لأنه كثير بيعبي الأشياء، يعني كثير في أماكن، صح، يعني خصوصا هاي المقطوعة بدايتها لازم تكون فيها بيانو، في أماكن معينة لازم يكون في معها بيجي يوم البيانو. بيوم جديد وبنجيب بيانو وبتعزف عليها مع البيانو. وانبسطنا جدا بوجودك معنا اليوم الله يسعدك، بختام حلقتنا مع الفقرة الموسيقية مع سامر. الله يسعدك الله يسعدك، ويوفقك ويبعث لك أيام حلوة إن شاء الله يا شكرا رب. جزيلا، كل عام وأنت بألف خير. انت بألف خير. مشاهدينا لهون نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، للأسف لكل بداية في نهاية، وأنا مش رح أرجع أطلع عليكم لبعد شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، رح نشتاق لكم كثير، بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالسلام والمحبة، وكل الشكر لفريق العمل وكل الكوادر، يعطيكم ألف ألف عافية، ونلتقي قريبا إن شاء الله، إلى اللقاء.